السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير اخواني واخواتي، حياكم الله. اللايف السريع المفاجئ اليوم راح اقول لكم الموضوع باختصار الحين، بس اعطوني دقيقة، ما ادري اذا اقدر اسوي كذي بعدين اسكر البوستات. انزين اذا سكرت راح يصير اخ راح ما فايدة. المهم حياكم الله، وادري اللايف استثنائي ومفاجئ كان صراحه، طرح على بالي موضوع حلو وحبيت اشارككم فيه. الواحد ما يضمن عمره يلحق على اللايف ولا لا، خصوصا ان احتمال الاسبوع الجاي ما يكون عندنا لايف يوم الاحد، لان عندي دوره السبت، دوره تطمن رقم 18 وهي الاخيره اللي اقدمها عن طريق يعني الاونلاين، ف يعني قلت احتياطا نسبق بلايف واللايف سريع وخفيف ان شاء الله ما اطول عليكم. الفكره منه ان في عندي طارت على بالي قاعد اكتب وابحث في شغلات، في اعمال لما نسمعها اجرها ضخم، اجرها كبير. طيب ليش بعضنا ما يسويها؟ نستثقل العمل. لما نسمع النص النبوي او الايه القرانيه الحديث في فضل هذا العمل، من فعل كذا فله كذا، والله من اللي يسوي كذي، الله يوفقه يا بخت، يعني كذي، فنستثقل الموضوع. فحبيت انه باللايف هذا اعطيكم يعني الطرق شلون تطبق هذا العمل باسهل درب، اما اني اقترح لك اقتراح او اني اوضح لك الموضوع ببساطه، ترى مو مثل ما انت تتخيل، شوفه من طريقه ثانيه وزاويه ثانيه راح تشوف انه بسيط، يعني راح اسهل لك اياه حتى احيانا نفسيا، يعني ما راح اعطيك شيء عملي، لا ماكو شيء، بس نفسيا راح تستسهل الموضوع لما اعطيك المعلومه عنه او الشيء، يعني الطريقه اللي ممكن تشوفها فيه. زين خلينا نبدا. هم 12 عمل بصراحه، 12 طريقه. العمل الاول، وهذا دائما انا يعني تكلمت فيه وايد وفيديوهات قديمه بس احب اكرره لانه يعني وايد اجره كبير. النبي عليه الصلاه والسلام قال: من قام بعشر ايات، اللي يصلي قيام ليل يقرا 10 ايات بس، لم يكتب من الغافلين. ومن قام بمئة آية كتب من القانتين. أنت متخيل هذا الوصف اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقانتين والقانتات، وعن مريم كانت من القانتين. شلون أنت تكون من القانتين؟ تقوم الليل بمئة آية، هذا هو إيش زي مئة آية؟ والله وايد. لا أنا الطريقة اللي يعني أقولها طبعا هي أكثر من تجمع لك صور مجموعة مئة آية توصل لها. الصور اللي أنا دائما أقولها عشان لأن أغلب حافظها وسهلة، صورة عما يتساءلون النبأ، وصورة النازعات اللي وراها على طول، واللي وراها الثالثة عبسة، مجموعهم 120 آية تقريبا، يعني أنت متجاوز ال 100 آية. كلهم على بعضهم الثلاث ترى أربع صفحات بالقرآن، أربع أوجه بس. أربع أوجه. يعني لو تصلي قيام ليل ورا العشاء قبل لا تنام آخر ليل كيفك. تفتح المصحف قدامك إذا محافظهم وتقرأ كل واحدة مثلا كل وجه ركعة، أربع ركعات أنت خالص 100 آية وزود، وتكتب عند الله بإذن الله تبارك وتعالى من القانتين. هذا العمل الأول لا تنسى لو تسويه مرة. أعرف واحد بالإمارات من 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 آل مكتوم، عسى الله يحفظهم، دعاني مرة جزاه الله خير، كان عندي محاضرات ودعاني على مثل يعني غبقة احنا نسميها، فقال لي هو نفسه الشيخ هذا، قال لي أنا من سمعت منك الفيديو هذا قبل سنوات وما تركت الموضوع، من سمعت منك كل ليلة. قلت له والله أنا ما أسوي كذي، أنا مو كل ليلة أقوم كذي، فعسى ربي يكتب أجر. الموضوع لما الواحد يتعود عليه ترى مو صعب، إنك تقرأ أنت صفحة واحدة وجه مصحف مفتوح بالصلاة القيام. الأمر الثاني، قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص عن قراءة القرآن، قال اقرأه في شهر، كان يقرأ كل يوم يختم، قال لا تفعل وايد كل يوم، قال اقرأه في شهر، فإحنا أقل الختمة عندنا شهر، في رواية 40 يوم، خلنا على الشهر. إني أنا أختم القرآن في شهر، طبعًا بعض الناس يقول والله ختمة في شهر برمضان. لا احنا نبي يصير كل شهر ختمه ماشي، متعود عليها صعبه وين تخيل اللي زين. خلينا نسهل الموضوع، عشان انت تقرا شهر تختم تحتاج تقرا كل يوم تقرا جزء، الجزء ياخذ منك عمليا 20 دقيقه. 20 دقيقه ما تطلع لك باليوم صعبه، مو لازم حتى متصله، 5 دقائق 10 دقائق كيفك، تليفون بيدك، المصحف موجود فيه، متى ما شوي بس افتح الابلكيشن مال المصحف القران، اقرأ صفحتين ثلاث، وقفتني سكرة او ادخل في ما ادري وين تبدش مرة، يعني 20 دقيقة يجمع لك اياها من اليوم كله، ممكن قبل ما تنام
لان البعض شنو اللي يثقل على الواحد؟ فتحت المصحف وانا مو على وضوء اروح خلاص ان شاء الله باكر يتكسل. الايفون ما يحتاج على وضوء، افتح على طول اقرا لك صفحه صفحتين وروح، راح تخلص الجزء بسهوله. ال 20 دقيقه سهله انها تطلع باليوم، ترى يعني 20 دقيقه على القران شويه يعني كتاب الله سبحانه وتعالى، احنا نقول على الاقل ان الواحد يعطيها ال 20 دقيقه ثلث ساعه عشان يختم ان شاء الله ختمه كل شهر. ثلاثه من الادعيه والاذكار العظيمه اللي لها اجر كبير، اللي هو من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم وفي الليله 100 مره، كان كمن اعتق عشر رقاب من ولد اسماعيل كتبت له 100 حسنه ومحيت عنه 100 سيئه، وكان في حرز من الشيطان، يعني اجر كبير. لكن احنا نقول والله 100 مره لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد على كل شيء قدير وايد. احنا نقول عمليا ياخذ له 10 دقائق بس، 10 دقائق. بتقول لي ما عندي 10 دقائق؟ لا، لك انت المستفيد من الاجر اللي فيه. دبر لك 10 دقائق صبح و10 دقائق بالليل، يعني بعد الفجر بعد العصر، وقول هذا الذكر وشوف اجره. طبعا وين شو ممكن اقوله؟ ترى الموضوع مو لازم تكون قاعد مكانك، يعني ان شاء الله بالسياره عندك مشوار، مرات نايم على فراشك، مرات قاعد بالصاله ولا عادي، المهم انك انت تقول هذا الذكر 10 دقائق راح تخلصه وتاخذ الاجر الكبير. أربعة، كفاله يتيم. هذا الموضوع سهل، لكن انا اقول حق يمكن بعض اخواننا اخواتنا الموظفين الجدد، في عاده طيبه عند اهل الكويت وانا اعرف وايد ناس بالطريقه، عشان شي قاعد اقول عنها عاده. شباب وبنات اول ما يتوظف اول شيء يسويه يروح حق لجنه استقطاع كفاله يتيم على طول، 10 دنانير 15 دينار 20 دينار اللي هي بهال 20 دينار انت شهريا ما راح تنقص منك شيء، انت اسمك كافل يتيم، اسمك مع النبي عليه الصلاه والسلام كهاتين في الجنه باذن الله. فاستقطع من راتبك عند اي لجنه تقدر بالقيمه اللي يعني تشوفها مناسبه لك، 10 دنانير 15 20 اللي هو، وانت اسمك يكون ان شاء الله انك كافل يتيم. قرات كتاب، وهذه ازمه وايد من الناس، مو قادر اقرا كتاب، شيء خلصه هالكتاب. ما احنا ما نتكلم عن ان شلون انت تحبب القراءه لقلبك ولنفسك، ان شاء الله يا رب يكون لنا موضوع في هذا، لكن مبدئيا اذا قدرت تلتزم كل يوم 10 دقائق او حتى 5 دقائق قراءه استمر عليها. كم صفحه تخلص مو مشكلتي هذه، المهم تلتزم كل يوم 5 دقائق، لا تطوف ال 5 دقائق، حتى لو دايق بنام افتح 5 دقائق اقرا كتاب، اقرا والتزم بهال 5 دقائق. الى مدى بعيد راح تتعود على القراءه، راح تشوف نفسك خلصت كتب، وابدا بالكتب السهله اللي انت تحبها، الفنون والانواع اللي انت تميل لها اكثر، كانت قصص كانت شرعيه تربويه اللي هو شيء انت تحبه بلش فيه، التزم 5 دقائق وراح تشوف نفسك وذكرك، ويا ربي بعدكم راح يدز لي ويقول والله استمريت والحمد لله فعلا حققت شيء وايد. لان في ناس سووا كذي، احنا لما بدينا كذي والحمد لله الحين صار قرار بالنسبه لنا شيء سهل وعاده جميله. ستة، حاول يكون لك كل يوم مجلس ذكر، تقعد فضل مجالس الذكر كبير، يكفي ان الله يذكرك في من عنده، قوموا مغفورا لكم وشيء اشياء وايد. الحين وين تباعد مجلس الذكر؟ ترى سهل، يوميا مثلا 10 دقائق يوتيوب محاضره ولا درس او لايف تعرفه في ذكر الله سبحانه وتعالى تحضره 10 دقائق، لا تكثر على نفسك. ترى كل اللي قاعدين نقوله 10 دقائق مني، ربع ساعه مني، 5 دقائق مني، بس شوف الحصيله اللي تحصلها من العلم، من الاجر، من المعرفه، من الثقافه، من الذكر، اشياء وايد، وهي كلها ترتب اوقاتك، بس تخطف لك الدقائق هذه وشوف الانجاز اللي راح تحققه. فكل يوم تحط لك مثلا سلسله في بعض الكتب المقروءه، تكون كتب شرعيه مقروءه حلوه مسموعه تقدر انت تسمعها في الدرب وانت تتمرن وانت تمشي في الممشى، هالفتره هذه انت تكون في مجلس ذكر وتحصل اجر ان شاء الله اللي انت تبي. مشروع او الفكره السابعه، فكره الدال على الخير. عمليا شلون اسويها؟ حاول كل يوم تنشر معلومه شرعيه، سنه نبويه عن النبي عليه الصلاه والسلام، يا تكتب تويتر بتويتر انستغرام تحط لك بوست في جروبات واتساب عندك، كل يوم احط لك شغله، دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر من اذكار الصلاه السجود وكذا، سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام، من هديه في نومه في اكله في لبسه في شربه. خل عندك كتاب وايد كتب الاداب النبويه الاداب الشرعيه وحط كل يوم ادب والحديث. ما تتخيل شنو انت بتنشر من سنن النبي عليه الصلاه والسلام بين الناس، منو اللي راح يستفيد منها؟ كم واحد راح يطبقونها وانت ما تدري؟ شنو الاجر عند رب العالمين وانت بس تنشر كل يوم سنه؟ البعض يقول انا والله ما ادري ايش انزل، ما ادري ايش اكتب كل يوم تويتر، ما عندي فكره بالستوري انستغرام شو اسوي. حط هذه فكره عندك، كل يوم سنه من سنن النبي عليه الصلاه والسلام في اي موضوع من حياته عليه الصلاه والسلام.
8. وهذه العملية حلوة، هذه العملية احنا قاعد نسويها أكثرنا، بس بذكرها الحين عشان نحتسب الأجر الكبير اللي نحصله، نحس بالعبادة وإحنا نسويها ونأديها. راح تستغربون شوي منها، اللي هي إرشاد الطريق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من منح منيحة لبن أو ورق، يعني اللي أعطى منيحة لبن مثل أعطى عنز يعني هذه بحيث أن يحلبونها، أو ورق الفضة، أو أهدى زقاقا كان له كعتقي أو مثل الرقبة، كأن أعتق رقبة، وعتق رقبة ترى أجر عظيم عند رب العالمين. شلون تحصل أجر هذا الرقبة؟ قال: أهدى زقاقا. تدري شنو يعني أهدى زقاقا؟ يعني دليت واحد طريق، قال لك وين مكان الفلاني، توصف له اللوكيشن، ارسال اللوكيشن. الحين اللي احنا بيننا سهل، هذا دز لي اللوكيشن، دز اللوكيشن بجوجل ماب، هذا اهدى زقاقا. هذا انت بضغطه الزر هذا من دز اللوكيشن، انت لك اجر ان شاء الله كعتق رقبه. لا تقصر فيها، دز يعني دل الناس الدار، خل عندك اصلا، خلينا نقول ما نقول كل يوم، لكن خل كل اسبوع مره تدل الناس مكان هم تحس انه غالب ناس يحتاجونه. والله مثلا في شغله فلان الناس تدور عنها وتبيها، يبيعها المكان الفلاني، هذا اللوكيشن ماله. في كتاب كذا كذا في المكتب الفلاني، هذا اللوكيشن. في العطر الفلاني او البخور الحلو الفلاني في المكان الفلاني، هذا اللوكيشن. دز اللوكيشنات، اللوكيشن الروابط، انك انت تدل الواحد على الطريق. هذه لك رقبة، ترى شيء مو سهل، والحمد لله الموضوع ميسر عندنا على طول جوجل ماب ما يقصر وانت اللي رايح. 9. صدقة سر. انا اتكلم فيها وايد هذه، حاول تكون لك صدقة سر لو يوميا ببساطة. شو صدقة سر؟ وين القى هذا؟ ما حد يشوفني. لا لا، تليفونك، ادخل على رابط اي جمعية خيرية، تختار المشروع اللي تبي، المبلغ اللي تبي، تحط خزن هالروابط هذه عندك مال جمعيات خيرية، متى ما بغيت تدخل تتصدق، ولا حد در عنك الا رب العالمين. وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وقال عليه الصلاة والسلام أن في كل يوم ملكان يناديان: اللهم أعطي منفقا خلفا. فأنت طالما تنفق الله يخلف عليك بإذن الله. رقم 10 من أعمال الخيرية دعوة الأجانب، وهذا العمل الواحد فينا وده أنه يكون له نصيب، بس يقول أنا ما عندي طريقة الأسلوب اللي أدعي فيه الأجانب، أو حتى ما عندي اللغة اللي أنا أصلا أدعوهم فيها، ولا أعرف شلون أحاول أقنع واحد أدخل الإسلام. والله أنا ودي خاطري واحد يدخل على الإسلام، يدخل الإسلام على إيدي. تدري يعني شنو؟ يعني كل اللي يسويه بعد ما يسلم في ميزان حسناتك أنت اللي دعيته، أجر عظيم. يعني الله يهني الناس اللي قاعد يشتغلون بهالموضوع، اللي يسلمون على إيدهم، تلقى بنقاش، بمكالمة، بجلسة حوارية. أنا ودي بأجر، شلون؟ ما أعرف الطريقة. بكل بساطة حاول أنت تدخل في الوسائل الدعوية، بمثل شنو؟ اطبع المصاحف المترجمه، في مصاحف مترجمه باللغات. كم قيمه المصحف؟ 3 دنانير، 4 دنانير، 5. هذه 5 دنانير، ابي مصحف مترجم بالانجليزي، بالاردو، باي لغه كانت، وهم يوزعونه على هذيل، وفي ناس تقراه وتسلم منه. اللي يبي شوي اثقل عنده خير، اكفل داعيه من الدعاة اللي قاعد يدعونها الجاليات للاسلام، انت تكفله، فبالتالي كل ما يدعو يعلم الناس في ميزان حسناتك. فمو بالضروره انت تكون داعيه مباشر لهؤلاء الاجانب اللي عسى الله يهديهم، يعني يجيبهم للإسلام، لكن انت ممكن تساند، تدلي واحد على هذا رقم لجنة الخير، لجنة تعرف الإسلام، هذا رقم ما ادري وين، ابي اطبع مصحف، ابي الكتيبات الدعوية اللي عندهم، ابي فلوسك تقدر انت توصل لهم هذه يعني الدعوة، حتى وانت تجهل اللغة وتجهل طرق الدعوة اصلا. وامكانك انت حتى تتعلم هذا في بعض الدورات اللي ممكن تعلمك طرق الدعوة للإسلام بالنسبة للأجانب. 10 أو 11، مش فيني مضيع 11 قبل الأخير، من الأعمال العظيمة الدعاء بظهر الغيب. وأنتم تعرفون يا أخواني أخواتي أن الدعاء بظهر الغيب مستجاب للي دعيت له، وملك يقول لك ولك مثل، يعني حتى اللي أنت دعيت له فيه الله يعطيك إياه نفسه. فعمليا عشان تصير سهل عليك، كل يوم بس خصص لك واحد، كل يوم في شخص واحد بحياتي أنا أعرفه أبي أدعي له، مو شرط أنه يعرفك، مرات أنت في واحد أنت تسمع عنه ما بينك وبين علاقة، يعني ما فيش علاقة شخصية لكن تعرفه، أو أيا كان، المهم أنك اليوم عندك واحد تدعو له، خذ راحتك بالدعاء، عطى من وقتك 3-5 دقائق بس. يعني مثلا باشر اللي معه اختارنا، تدعي لي أنا مثلا، دعوا لي 100 آدمي بالمعي بلايف زاكمة، باشر أنا، عقبها طلال فاخر، اللي عقبها أبو حمد، وانت كذي يعني كل يوم واحد. المهم أنك أنت تدعي حق إنسان بظهر الغيب، راح تشعر براحه نفسيه انك انت فعلا مهتم. باكر تكبر تدعي في للمسلمين في قطر معين،
في دولة معينة مستضعفين. المهم انك لا تخلي هالعادة الطيبة انك تدعي حق انسان بظهر الغيب. اخر امر من الاشياء اللي المفيدة، منشن 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 الحساب طلال ولايفاتي، لا لا مو انا، لا اي انسان عند تحس ان حسابه في خير منشن حق الناس، انشره بين الناس، احضروا شغله، اسمعوا اموره، تابعوا ايش قاعد يسوي. خليك انت لو ما قدرت انت توصل الناس هذا الا تدليهم على اللي يوصلوا له. يعني مرات انت يمكن ما قاعد تستفيد وايد من شخص، لكن تدلي عليه انسان هلاك تستفيد منه وايد ولك الحسنات. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الكرم الالهي اللي رب العالمين اعطانا وسائل كثيره نقدر ناخذ فيها الاجر. في اشياء احنا نباشرها بانفسنا، في اشياء نكون وسائل ووساط وساط فيها، في اشياء ندلي بس الناس عليها. الحمد لله الخير وايد. قال صلى الله عليه وسلم ونختم الحديث، ان الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثه الجنه. السهم الواحد ثلاثة يدخلون في الجنة، منو؟ قال صانعه والرامي به، اللي صنع السهم واللي رمى فيه بالجهاد والممد له. يعني شفت اللي أخذ من الصانع وده حق المجاهد، حتى هذا يدخل الجنة لأنه شريك في الأجر. فأحشر نفسك في طرق الخير والأجر، رب العالمين الكريم ما يحرمك إن شاء الله. دقائق بس أحفظ لكم هذا اللايف وأرجع لكم سؤال جواب، و 12 دقيقة بس.